سلم الستاندرد اصلا في البيانو اللي هو سلم الدو، سلم الموسيقى ايه يا اولاد؟ قلنا له دو ري مي فا سولا سي. ليش معنى السلم ده؟ مفيش سلم ثاني فيه، بس هو ده السلم الاسهل، ده السلم الميجور الاسهل، كله ابيض بالنسبه للاطفال دايما يقولوا دو ري مي فا سولا سي. احنا كشبقيين بقى لا، احنا عرفنا الابعاد دو ري تو ري مي تو مي فا لوس، نفس الدرجات اللي احنا اتكلمنا عليها. لا انا عاوز اعمل رست مقام رست، يقول لك بقى لا انت هتعمل مقام رست، هات الميجور ده. انت هتعمل رست على ايه؟ هعمل رست على دو، ستارت ويز دو، هات لي دو ميجور، هات لي مقام على عشان على الدو اللي احنا عرفناه اوريدي برضه النغمات الستار. عاوز اعمل رست بقى، ايوه اعزف ابدا دو بس، يقول لك هتسيك لي الدرجه الثالثه والسابعه، ذا سيرد ديجري ذا سيرفيس ديجري ويل بي سيكر هابي تبقى دو ري دو ري مي ترا با با عندنا هذه السيكر اللي هي المي اللي كنت تعزفيها السؤال الاول على الوتر الثالث مثلا اللي هي مي، لا هتخس ربع للخلف ربع دو. طبعا هم بيقولوا ربع كده مجازا، مفيش ربع في الموسيقى، بس عشان يعني احنا بندرس في اكاديمي وكده هيقول لك ربع دو يعني ايه، يسموها هاف بيمول. علامه البيمول دي كانت النغمه بتخس نص تون، البيمول كانت تخس نص تون، لا دي هاف بيمول يعني تخس نص النص، فبالتالي يعني تخس ربع. ده الكلام ده برضه مجازا، احنا هنشوف كده واحنا بنعزف. لا هاتي النغمة السيكا اللي تريحك، اللي سلطنت ودنك، اللي عجبتك، اللي هي بتخس ربع بقى، تخس دوس، تخس سوس في الموسيقات في السيكا مثلا عند الاتراك، لا مثلا هتخس مثلا توس، تبقى تون غير مكتمل، ثمان كومات من التسعه. انا خليني في الكليه دلوقتي، هيقول لك المي هاف بي مول يعني المي تخس نص تون، والسيفنس ديجري اللي هي ايه؟ نغمه الدرجه السابعه في السلم دو ري مي فا سو لا سي، يبقى نغمه سي كمان سي بكار اللي بتعزفيها بسمع التالي فوق هتخس ربع كمان، عشان يبقى المقام عامل كده. بس اسمعوا المقام طبعا في الشرقي بتكون مسلطن المقام شويه، ادي الدو العاديه اللي كنت بتعزفيها قادرني عليها، شوف السيكا المي سيكا المي المي بكره، شوف ازاي خست قد ايه، مفيش. والفا مكان سول، واللا عادية ما ننساش في الرست العادي، والسي اللي كانت انا اهو هتخس ربع برضه بعد. مقام رست مقام سلطان جدا جميل. شوف الفرق ما بين المقامين، مقام لو انا بتكلم عن المقام العجم، العجم اللي هو الميجور عند الاجانب، ومقام الرست اللي هو الميجور بتاعنا احنا. الميجور دو ادي دو ري سبع المرنين من غير خالص، والفا سو السي بكار كنت بقفل السبع الثالث بقول له شوف الرست بقى عامل ازاي. عشان اعمل الميجور ده يبقى رست بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ يقول لك تسيب الدرجة الثالثة في السن والسبعة. الثالثة اللي هي ايه؟ دو ري مي، هتبقى سي مي را بقيتي فا سو لا سي، السي العادية البيضة في البيان هتخس ربع ترا برا، الدرجة الثالثة والسبعة يبقى رست، يبقى مقام رست اللي احنا هنجربه ده. ادي دو